السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نشوف ازاي نعمل فاميلي ونحط فيها شكل معين. طيب هقول له كومبوننت وهقول له موديل ان بليس. في صورة كده عجبتني فعايز اعملها في قلب الريفت. قلت له عايز ادخل صورة، هقول له انسيرت وهقول له ايمج. بيقول لي مش ظاهرة في المشروع دوت. طيب اهوت. طيب هقول له كرييت. تمام، انا هنا محتاج ان انا ارسم الدايره ديت. اقول له انا عايز ارسم دايره بالشكل دوت. وبعد كده اقدر ان انا اتحكم فيها واوزعها شويه بالشكل دوت. اقدر بعد كده ان انا اقول له اعملها لي اوفست واختار الحاجه اللي انا عايزها وادي له مثلا مساحه معينه. اقول له مثلا خليها بجرافيك اهي بالشكل دوت. تمام، فرسم لي الحاجه بالشكل دوت. اقدر ان انا اعمل عليهم سيلكت واحركهم سنه صغيره كده لو انا عايز. تمام، اقول له اوكي هو عمل لي الشكل دوت. طيب الشكل دوت اقدر ان انا اعمل عليه سيلكت واقدر اعمل له روتيت ايه بحيث ان هو في كل الاشكال ديت. وبعد كده اقدر في اي وقت ان انا اعمل القطع ده التقطيع ده. طيب هاجي دلوقتي هقول له انا عايز اعمل اري واقول له انا عايز الاري بتاعي يبقى بشكل دائري كم مره 6. تمام، نقطه المركز تحت هتبقى مثلا النقطه ديت. تمام، هقول له الزاويه 60 360 على 6 فاتعامله بالشكل دوت. تمام، طيب كده ناقص بس شكل واحد اللي هي الدوريه اللي في النص ديت. فممكن اعمل سيلكت على اي واحد فيهم. خليني بس اعمل سيلكت كده عليهم كلهم وهقول له انا عايز فلتر، انا عايز الموديل جروب ما يبقاش موديل. بعد كده هختار اي شكل فيهم واقول له كوبي سي سي واقول له سناب سنتر من هنا للنص بالظبط اهوت. طيب عايز بقى اعمل قطع. طيب انا مش شايف الشغل بتاعي فهبدأ اجي هنا واقول له انا عايز الواير فريم عشان نبدأ اشوف ايه الحاجات اللي عايز اقطع. ولكن مثلا الشكل دوت هقول له اديت اكستروجن وابدا اعمل القطع بتاعي. هقول له مثلا انا عايز اعمل قطع من هنا لهنا ومن هنا لهنا. تمام، والغي الخطين دول ديليت وابدا اوصل انا بقى الخطوط اللي انا عايزها. يعني هبدا اوصل بقى من هنا لهنا ومن هنا لهنا وهكذا لحد ما الشكل بتاعي يكمل التقطيع بتاعته. اقول له فينيش، اقول له 3D هيطلع معايا الحاجات بالشكل دوت. اقدر في اي وقت اعمل سيلكت عليهم واقول له فلتر واقول له ده انا عايزها بالطول دوت زي ما انت عايز. اقول له فينيش خلاص.